بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل ما في غزوة تبوك من الفوائد والفقه، ومنها أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك ما فعل كعب، ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد أصحابه وقال: ما فعل كعب بن مالك، ما فعل كعب بن مالك، ليذكره وليعلم أنه لم ينساه ولن يتخلف هكذا، بل عليه أن ينزجر عن التخلف ولا يعود لهذا التخلف مرة ثانية. فقد سأل عنه صلى الله عليه وسلم: أهو مريض أم ماذا حصل له؟ فاتهمه بعض الحاضرين بأنه انشغل نفاقا، فرد عليه جابر بن عبد الله بأنه قال له: بئس ما قلت، فلا نعلم عن جابر عن مالك إلا الخير، فأن من علم خيرا عن المرء أن عليه أن يذكره، ومن علم سوءا عن الغير أنه عليه أن يذكره، ولا يتساهل بعضهم بعضا، فقد يكون كلهم مخطئ وقد يكون كلهم مصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل كعب، ولم يذكر سواه من المتخلفين استصلاحا له ومراعاة ومهمالا للقوم المنافقين. المنافقون ما سأل عنهم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم نفاقهم، وأما كعب فقد سأل عنه لأنه كان شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح ويثني عليه، وليس به نفاق، وقد عرض عليه الرئاسة والذهاب إلى كسرى، فلم يعد إلى ذلك ولم يفكر فيه رضي الله عنه. ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. ومنها جواز الطعن بمن يغلب على اجتهاد المرء أنه منافق، يغلب على ظنه بأن فلان منافق، فلا بأس أن يذكره في ذلك الحديث فيقول: إن فلانا فيه نفاق. وكذلك من علم براءته من هذا النفاق يعلم أن يذكره، يحسن أن يذكره بأنه بريء من النفاق، وهكذا يكون المسلمون صرحاء فيما بينهم، من غلب عليه الخير يذكرونه به،
ومن غرب عليه الشر يذكرون به ولا يجاملون، وإنما يتكلمون غيرة لله ولرسوله. نعم. ومنها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ رضي الله عنه للذي طعن في كعب: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. فهذا الرجل الذي طعن في جامع مالك في كعب قال إنه منافق، هذا المعاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له، رد عليه وقال له: بئس ما قلت. فبئس ما قلت بئس يذم قوله بأنه ليس بمنافق، وإنما علمه يحب الله ورسوله، رد عليه. فأن على كل واحد منهما أن يقول ما يعلمه عن ذلك الرجل، فالذي يعلم نفاقه يقوله، والذي يظن به خيرا يقول الظن الخير، وهكذا يكون المسلم بين الأمرين. فمن غلب عليه الخير ظن به ذلك، ومن غلب عليه الشر ظن به ذلك. ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلمين عليه، ثم ينصرف إلى أهله. منها أنه يستحب للقادم أن يبدأ بتحية المسجد الذي في حيه، يدخل المسجد فيصلي فيه، وهذه سنة تكون قد كانت أو كانت قد اندرست، نسيها الكثير من الناس ولا ينبغي أن تنسى. فالقادم من سفر أول ما يقدم به يقدم يجعل المسجد هو أول مكان يقدم إليه، ويصلي فيه تحية المسجد حق الله جل وعلا، ثم يسلم على من معه من المسلمين ومن جاء ليسلم أو ليعتذر، ثم يذهب إلى أهله. وأن الواجب على المرء أن ينصرف إلى المسجد أول ما يقدم من البلد البعيدة، يقدم إلى المسجد فيصلي فيه. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل أن يقدم على أهله يذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين تحية المسجد، ثم يستقبل المصلين والمعزين له والمصبرين له والمسلمين عليه، ثم بعد هذا ينصرف إلى أهله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المسلمين على حسب الظاهر ولا على حسب ما يعلم من حالهم، فكان يعاملهم على حسب الظاهر، فمن أظهر المحبة لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين قبل منه ذلك، ومن أظهر البغض لذلك أبغضه عليه الصلاة والسلام. وكان حسن المعاملة سمحا في القول قريبا من المسلمين، يستأمرهم ويقول لهم ما عذركم، فيسألهم عن أعذارهم، فمن كان له عذر قبل منه. ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم
لم ينقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغضب. منها رد السلام واجب، لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الحق هذا للمسلم حق الواجب تأديبا له، فإذا سلم عليه لم يرد عليه، وإن كان الرد واجب لأنه تخلف عنه صلى الله عليه وسلم فاستحق الحجر وعدم الإجابة للسلام. فمن سلم فإن كان مستحقا للرد رد عليه، ومن كان لا يستحق الرد فإنه لا يرد عليه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور، والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. منها أن من ضحك على المسلم وتبسم لا يدل على محبته له ولا يدل على عذره له، فقد يتبسم صلى الله عليه وسلم مع الرجل وهو يعلم أنه مخطئ ويخطئه ويتركه، ومن عاتبه صلى الله عليه وسلم فله حق العتاب صلى الله عليه وسلم إذا تخلف عنه وتخلف. ومنها أن التبسم قد يكون من الغضب كما يكون من التعجب، قد يكون يتبسم المرء يتغضب غضبا على فلان، وقد يتبسم تعجبا من صنيعه، فبحسب الحال كل واحدة لها علامة. قد يتعجب الأمير والملك والرئيس والعالم من فعل شخص ما وهو يبغضه على هذا الفعل ويكرهه على هذا الفعل، وقد يتعجب تعجب المجيد له وأن فعله صحيح، فبحسب الحال يكون المآل. وإذا قال المؤلف: إذا رأيت نيوب الليث بارزة، إذا رأيت نيوب الليث بارزة أي رأيت نابه بارز من ضحكه عليك، فلا تظنن أن الليث مبتسم، أن هذا قد يكون عادة منه أنه يظهر أنيابه بغضا لك ولفعلك أو تعجبا من فعلك، فلا تظن هذا ولا تظن هذا، وإنما انظر إلى الحال. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه، ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه، وقد أكثر الناس في مدح من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ ولله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. ومنها أن الإمام والمطاع والرئيس والعالم قد يعاتب من يحبه وقد يكره فعل من يحبه ليؤدبه، ولعله يتوب إلى الله ويرجع إليه، لأنه إن عاتبه ربما تاب وبادر بالتوبة، وإن لم يعاتبه ظن أن فعله حسن، فعلى المرء أن ينظر في الفعل الحسن ولا يقتدي ولا يستدل
بعتاب ولا غيره. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أما هذا فقد صدق، دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم، كقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ومنها أن الله جل وعلا قال لحكمه على سليمان وداود إنهما حكما بالحق والعدل وأجاد حكمهما عليه جل وعلا، مع أن واحدا منهما دون الآخر، فكذلك داود فكذلك كعب رضي الله عنه لما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على جواز قوله وأنه قال الحق. ولا شك أن الحق واضح جلي، فمن وجه واستدل بصلاح الدنيا على صلاح الآخرة فقد ضل، ومن استدل بصلاح الآخرة على ما حصل في الدنيا من الأدب والتأديب فقد اهتدى. فينبغي للعبد أن ينظر في عمله، فإن كان عمله موافقا لما يحبه الله جل وعلا فهو المحبوب لله وفيه الثواب العظيم، وأما من كان ثوى عمله صالحا له في الدنيا ولا يدرى عن مآله في الدار الآخرة فهو الكذاب الذي لا يقبل منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على كعب بن مالك ومع هذا هجره وأمر بهجره تأديبا له، ولينظر مدى استقامته وقبوله للاستقامة هل قبل الخير أو لا. ومنها توفيق الله جل وعلا للعبد لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يعاخذلهم حتى كذبوا. فالله جل وعلا ما خذل كعب بن مالك حتى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمه أنه الواجب عليه أن يصدق مع الله وأن يصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فصلحت أعمالهم وفسدت عاقبة وسدت عاقبتهم كل الفساد. فسدت عاقبتهم حالهم الآن بالهجر والتأديب والزجر، حتى إنه أمر أزواجهم أن تبتعد عنهم وأمرهم أن يبتعدوا عنهن ولا يعاشروهن بالمعروف ولا بغيره ولا يمسوهن تأديبا له. وهكذا حتى صلحت أعمالهم كلها من أجل الله تبارك وتعالى، ولم يبالوا بما حصل عليهم من التنكيل والتأديب والزجر، بل زجرهم عن هذا الفعل ولم يعودوا إليه أبدا. وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وقوله في الحديث في هذا الحديث أما هذا فقد صدق،
وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. وقول كعب هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. وقد أرشد سبحانه إلى كعب رضي الله عنه ينظر لما لامه أصحابه وجماعته قالوا يا ليتك اعتذرت من النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتذر بعض المنافقين، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عجرهم، فهم أن يرجع ويكذب نفسه، لكنه سأل هذا السؤال الجيد، قال هل لقي معي أحد في هذا الموضع في هذا الكلام؟ قالوا نعم. ما لقي معك؟ من هم؟ هل هم قدوة أم لا؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال هؤلاء رجال أخيار، لي فيهم قسوة ولي فيهم قدوة، ولن أفلح إذا كاذبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرجو الله لي الفلاح بسبب اقتدائي بهذين الرجلين. فاقتدى بهم رضي الله عنه ولم يكذب نفسه ولم يرجع، وقال أصبر، وتوالت عليه العقوبة، قال لا تكلم زوجتك ولا تخدمك، فقال الحقي بأهلك حتى يكون الأمر واضحا جليا فيما بيني وبينك. فقالوا لكعب يا ليتك استأذنت لزوجتك كما استأذن هلال بن أمية لزوجته. قال لا، ما أدري ماذا سيقول لي، قد يقول لي طلقها، قد يقول لي فارقها، قد يقول لي ما أدري ماذا يقول، فأنا أترك الأمر على ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأفلح ونجح رضي الله عنه في هذا الفعل. نعم. وقول كعب هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. في المناسبة في هذا مع ذيك، نعم، حينما قالوا له لقي معك هذا رجلان، فقال هؤلاء أخيار فأنا أقتدي بهم أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه بأن اقتداء الرجل بمن حوله خير له إذا كان محقا، فقال إنكم تعلمون كما يعلمون، يعني المنافقون والكفار وكفار قريش يعلمون مما حصل لهم، يتعلمون، وأنتم مثلهم تعلمون كما يعلمون، لكنكم أنتم لكم رجاء ولكم ثواب من الله، فاصبروا عليه واطلبوا ثواب الله، ولا يهمكم كونكم تعلمون أو تضعفون أمام الأعداء. فسرهم ذلك وصبروا رضي الله عنهم. وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقوله فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذا. لم يرد أن كلال بن أمية وكعب بن ومالك بن الربيع حضر بدر، لو كان حضر بدر ربما عفى الله عنهم لحضورهم بدر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك يا عمر
لما قال أقتله من هو حاطب بن أبي بلتعة قال أقتله قال لا لا تقتله وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالله جل وعلا عفا لأهل بدر عفا عن أهل بدر ما فعلوا ومن ذلك الجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حاطب أصبح جاسوس أرسل لقريش إن محمدا يريد غزوكم فاستعدوا له هذه مصيبة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كف عنا الأخبار والعيون حتى نفجأهم في دارهم ثم يأتي حاطب رضي الله عنه ويجس على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق بحاطب لولا أن له حسنة عظمى وهي قيامه ببدر حضوره لبدر سامحه الله جل وعلا عن كل ما حصل فلو أن هؤلاء الثلاثة حضروا بدر لسامحهم الله جل وعلا فصنيعهم أخف وأقل بقليل مما صنع حاطب ابن أبي بلتعة فحاطب أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة ومع ذلك عفى الله عنه لحضوره بدر فكذلك هؤلاء لو حضروا بدر لعفى الله عنهم لكنهم لم يحضروها فالصحيح أن بدر لم يحضرها واحد من هؤلاء الثلاثة وكعب بن مالك ما حضر بدر وإنما حضر العقبة رضي الله عنه فالعقبة يقول أنا لي قدم صدق بحضوري العقبة وإن كانت أقل عند الناس من بدر فأنا أرى أنها أهم حضوري بدر حضور العقبة أهم من حضوري بدر وقوله فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد مما عد أهل بدر وكذلك ينبغي ألا يكونا من أهل بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه ولا جس عليه وقال لعمر لما هم بقتله ما وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأين ذنب التخلف من ذنب الجس يعني أيهما أعظم جرما التخلف عن وقعة بدر عن وقعة تبوك أم الجس في وقعة الفتح في غزوة الفتح الجس مصيبة أعظم ومع ذلك عفى الله عن حاطب لأنه ستر قام ببدر وإن لم يستتر في موقعة بدر وإن لم يستتر ولم فأنجاه الله جل وعلا من العذاب بسبب بدر ولم يحصل له مثل ذلك فيما بعد بخلاف مالك فلا يليق به أن يعاقبه الله جل وعلا في هذه العقبة ولا يعاقبه في تبوك لأنه أهل للعقاب في تبوك بخلاف عقابه صلى الله عليه وسلم لأهل بدر فقد سامحهم الله جل وعلا قال أبو الفرج بن الجوزي ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم
قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرا، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان. يعني يقول أبو الفرج، والفرج بن الجوزي يقول سرني لما رأيت المعترض على بدر، المعترض على هؤلاء الثلاثة بأنهم ليسوا من أهل بدر، هذا سره رضي الله عنه، لأنهم قالوا كلاما لا يليق ولا يمكن أن ينسب إلى الله جل وعلا بأن يسامح من ترك بأن يسامح بأن لا يسامح من ظلم نفسه في غزوة بدر ثم يسامحه في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، في غزوة تبوك، هذا لا يليق. فهو جل وعلا يعلم جل وعلا أن غزوة تبوك أخف وأيسر وأسهل من التخلف في غزوة بدر، فالله جل وعلا عذر المتخلف في غزوة تبوك وعاقبه في هذا الخلاف، مع أنه لا يليق به أن يعاقب من تخلف في غزوة بدر. غزوة بدر أشد وأفظع عند الله جل وعلا ممن تخلف في غزوة تبوك. هذا وارد، الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والعمايا، يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت إلى مكة مسافرا قبل يومين وسأعود غدا، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر غدا علما بأني سوف أسافر قبل صلاة العصر؟ لا بأس عليك إذا كانت إقامتك أكثر أقل من أربعة أيام، أربعة أيام فأقل، فلا بأس عليك أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر. أما إذا كانت إقامتك أكثر من أربعة أيام فإنها ترتفع عنك أحكام السفر، ويلزمك أن لا تجمع. وإنما إذا جمعت فجمعك صحيح، إذا جمعت الظهر مع العصر جمع تقديم للظهر فلا بأس عليك، أو جمع تقديم للعصر فلا بأس عليك. يقول السائل: نسيت أن أقصر بعد إتمام مناسك العمرة، فهل يلزمني خلع الملابس وإعادة الإحرام والتقصير، أم أنه لا يلزمني خلع الملابس؟ إذا أتممت النسك وأردت أن تحرم بغيره نسكا آخر فيلزمك إتمامه بالحلق أو التقصير، وأما خلع الملابس فلا يلزمك ذلك. إيضاح هذا: مثلا إذا أحرمت بعمرة وأديتها وتريد أن تحرم بعمرة أخرى، فعليك أن تحرم بالعمرة الأخرى بعد التحلل من العمرة الأولى. إذا تحللت من العمرة الأولى فلك أن تحرم بالعمرة الثانية، والتحلل يحصل بخلع الملابس والتخلل بخلع الملابس والإحرام والحلق أو التقصير، لكنك لو خلقت وقصرت، حلقت أو قصرت ولم تخلع الملابس فلا بأس عليك،
لا يضير كذلك ألا تخلع ملابسك. يقول السائل: أعمل من الأعمال الصالحة إلى أنني أستقلها وأتذكر دائما كثرة ما أذنبت، وأقول دائما اللهم برحمتك، ولا أركن إلى أعمالي الصالحة، فهل علي شيء؟ كأن الرجل يقول إنني أعمل أعمال صالحة وأعمل أعمال سيئة كثيرة، فإذا ذكرت الأعمال الصالحة فهل يجوز لي أن أذكرها أم يضرني ذلك؟ أقول لك أخي، عليك أن تقلل من الأعمال السيئة وابتعد عنها، وإذا ابتليت بشيء منها فتضرع إلى الله جل وعلا بحبك للخير ومعرفتك له وأدائك إياه، فيحسن بالمرء أن يكرر فعل الخير وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته للخير وكراهيته للشر. ولا بأس أن تذكر الأعمال الصالحة التي تقدمها لربك جل وعلا تساهلا وتعظيما لله جل وعلا، حيث ذكرتها في جانب السوء، ذكرت أنك صاحب سوء وصاحب خير، لكنك تتقرب إلى الله جل وعلا بالخير وتسأل أن يتجاوز عنك، فاسأل ربك ذلك. والعبد يتقرب إلى الله بفعل الخير واجتناب السوء، فإذا تقربت إلى الله بالخير فالله يثيبك على ذلك. اللهم تولني برحمتك وبما ولا أركن إلى أعمالي الصالحة، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، عليك أن تقلل من الأعمال السيئات ما استطعت، وإذا وقعت فيها فلا تيأس من رحمة ربك. يقول: جئت إلى مكة وعملت عمرة لنفسي، وأريد الآن أن أعمل عمرة لأمي، فهل يصح ذلك؟ يصح ذلك أخي إذا سافرت، أحسن إذا سافرت إلى بلد ما، إلى الطائف أو إلى المدينة، ورجعت من المدينة بعمرة أخرى عن نفسك فحسن، فأحسن من أن تخرج للتنعيم وتكرر العمرة وأنت في مكة. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، ولا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لكن إذا حلقها فلا نكفره ولا نسبه، وإنما نحبه لفعله الصالحات ونكرهه لفعل المنكرات. يقول السائل: هل من تجسس على المسلمين لصالح الكفار يكون كفرا؟ لا يا أخي، لا يكون كافرا بهذا، وإنما يكون مخطئ وظالم لنفسه، ولا يجوز للمسلم أن يتجسس على المسلمين، لكن لو حصل منه ذلك ما اعتبر كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر حاطب بن أبي بلتعة كافرا ولا منافقا. يقول السائل: قدمت من السفر فوجدت المسجد الذي بجانب بيتي مغلقا، فدخلت البيت، فما الحكم؟ الحكم صحيح، ليس عليك شيء، إنك حرصت على إقامة السنة لكن لم تجد مجالا فلا بأس عليك. يقول: قلتم أنه إذا عاد من السفر فليبدأ بالمسجد، لكن إذا كان البيت بعيد من المسجد؟ كذلك، هذا إذا تيسر له ذلك، هذه سنة وليس بواجب ولا حتم، بل هذه سنة، إذا تيسر له ذلك فحسن، وإذا لم يتيسر له فلا بأس عليك.
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من السفر الطويل كالسنة مثلا؟ يعني من حقها ذلك إذا كانت لا تستطيع الصبر عن زوجها، فمن حقها أن تقول لا تسافر إذا قال أنا مضطر للسفر، فيجب عليها أن تختار إما البقاء في عصمة زوجها وإما فراقه، من حقها إذا رغبت في فراقه أن تفارقه. يقول: ما حكم من اعتمر ويريد أن يعتمر عن غيره؟ لا بأس أن يعتمر عن غيره، لكنه لا ينبغي له أن يكثر، وينبغي له أن تكون عمرته عن الغير من المدينة أو من الطائف أو من أي جهة سفر، ولا ينبغي له أن يكرر من مكة. يقول السائل: هل الذهاب إلى مسجد عائشة بنية العمرة جائز؟ نعم يجوز هذا، لكنه خلاف الأولى، وخاصة المقيم بمكة فله أن يذهب إلى مسجد عائشة متى شاء ولا يكرر، وأما من أتى بعمرة قريبة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى من مسجد عائشة ولا من قريب منه. يقول السائل: هل تصح الاستخارة في أمرين مختلفين في صلاة واحدة؟ نعم يا أخي، كلما طرأ عليك أمر من الأمور لك أن تستخير له، سواء كان أمرا واحدا أو أمورا متعددة. ويقول أيضا: هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل فقط أم أنها لكل نوم كالقيلولة؟ أذكار النوم تصلح لحالة كل نوم، لكنها تستحب في النوم الليل لأنه أطول. يقول السائل: هل تسن تحية المسجد عند العودة من السفر القصير مثلا بين مكة والطائف أو العكس؟ لا بأس عليك، لكنه لا ينبغي لك أن تكرر كل سفر قريب أو بعيد، لأن السفر القريب لا يستدعي هذا، ولم يلزم له الاستفتاح، ولم يلزم له أن تأتي به في وقت قريب من الآخر. أما إذا كنت عدت إلى مكان عملك بعد فترة طويلة فيحسن أن تشكر الله جل وعلا على هذه العودة وتعود إليها بعد استفتاحك وبعد استمرارك في صلاة النافلة التي تقدم بها إلى مكة. يقول: زوجتي عالمة فاضلة، ولما اعتمرت وحلقت رأسي فقالت: هذا مما لا أحب، وأظن أنها ما قالت استخفافا، فما الحكم؟ لا يا أخي، حلق الرأس سنة، يعني الحلق أفضل من التقصير، إن كانت تريد منك أن تقصر فهي ليست بعالمة ولا فاضلة لأنها تكره السنة، وأما إذا كانت تريد السنة أن تتركها للحج إذا اعتمرت وأنت تريد الحج بعد هذا، فيحسن بك أن تؤجل العمر، أن تؤجل الحلق مع الحج، وتقادر بالتقصير، فالتقصير إذا كان بعده حج فيحسن بك أن تؤخر التقصير، أن تؤخر الحلق مع الحج، وإذا كان ليس بعده تقصير فيحسن بك أن تبادر بالحلق، سواء كنت في عمرة أو حج، والحج يحسن فيه التقصير، والعمرة لا يحسن فيها التقصير إذا كان الحج بعدها، أما إذا كان قبلها، إذا كان الحج قريب أو بعيد فيحسن بك أن تؤخر،
الحلق مع الحج، وإذا كان الحج بعيدا فيحسن بك أن تحلق مع العمرة وتحلق مع الحج. رحم الله المحلقين، فقال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين والمقصرين. في الثالثة دعا لهم هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.